الخير والاحساس والطيبه انا جني مليت من اللايف مو مليت يعني الحذر زاد في السوشيال ميديا هلا هلا سلمان اخوي شلونك الحذر زادي لان انت ساعات حين تطلع وتقول الكلمه الصح في المكان الصح في الوقت الصح للاسف بعد في ناس قاعده تصيد تبي تقطك في الغلط تبي تتهمك بالغلط. شفت اللي يقول لك يصطاد في الماء العكر؟ لا اكو ناس اليوم عندنا احنا متخصصين يعكر الماي عشان يصطاد فيه. هو شو يسوي انت تقول الكلمه؟ واضح الكلام مالك، واضح طريقك. لا 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 يحط لك غموض يربط اشياء ما لها علاقه ببعض ويقول هاي كنا يقصد كذي وكنا يقصد كذي وانا شاك وانا خايف وانا ذاك ويزرع لك مجموعه مخاوف بس عشان يشكك فيك. وهي مشكله السوشيال ميديا في الواقع مو مشكله السوشيال ميديا مشكله المتصيدين اللي عايشين يقتاتون هالطفيليين الطحلوبيين هذيله وايد عددهم وايد عايشين على كذي على القيل والقال تعرف هذيله المفروض كل مجتمع يقتلعهم اقتلاع اقتلاع من الجذور والله العظيم يعدمهم اعدام من الجذور شفت انت لما عندك شجره خبيثه لو احنا في البيت اللي عندنا قاعده تخرب الساس نصب عليها تيزاب هذيل النوعيه افكارهم صب عليها تيزاب ولا يتمون دقيقه في المجتمع تعرف هذيل ياسسون حق شنو؟ حق عنف حق كراهيه حق انتقام الانتقام ترى طاقه اذا وجدت في المجتمع الضايعة لكن هذه ما يودهم الا شيء واحد اللي قال عنه عثمان بن عفان رضي الله عنه إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن السلطان أنا في نظري وكتطبيق عملي واقع اليوم هو القانون والقرآن هو الموعظة ما ينفع وياهم موعظة لا تقول بان ما يمشي المناصحة مع ذي نوعية من الناس ما تمشي يمشي مع تطبيق القانون وبصرامة لأن ذلين من أكبر الآفات اللي موجودة اللي خلي الكلام غامض اللي تهمك اتهامات مو فيك اللي حورف اللي يلف ويدور يعني اعطيك مثال مو على السوشيال ميديا واحد قريب من المسؤول المسؤول يحب واحد ثاني يحبه مرتاح له يقول والله وين يا جماعه فلان قال والله فلان متاخر اليوم غايب صبري يا جواهر بقول لك الحين الفكره لا ما الحين مو طلعت من الفكره صبري قال والله فلان ترى اليوم متاخر غايب ما يندرى بعد والله هو ماش عنده بعد كله يتاخر مؤخرا متغير هاي تشكيك ذي النوعيه من النوع من الحديث اللي يصير في المؤسسات يصير في السوشيال ميديا شفتش كتب تغريده شفتش طق ريتويت شفت طق لايك عادي لا ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران الناس هذيل اللي يشككون في الناس وفي نواياهم الوطنيه لازم اطبق عليهم أغ... اعلى درجات القانون، انت تعرف في كينيا ايش صار؟ في كينيا 2007 المجتمع اقتتل بسبب الانتخابات. اوباما ما قدر يود روحه، ابوه كيني. قال الى اهلي في كينيا ارجوكم تحقلوا شوي. اهدوا، تريثوا. 2012 كان عندهم مؤشر في كينيا يرصد حالات التحريض على الكراهيه في السوشيال ميديا. سبعة آلاف حالة تحريض على الكراهية 2017 صارت عندهم انتخابات ثانية في الأولية في 2007 قتل عشر ألف شخص وتم تشريد مليون شخص في 2017 شركات السوشيال ميديا تبي تقتات هاي الشركات الطحلوبية أنا زميها طفيلية ما هو أنت لما تسوي المجتمع كله يقتتل في تخلي المجتمع يكره بعضه بعض النهاية حرب الحرب بيع سلاح في 2017 شركات السوشيال ميديا ايش قامت تسوي تنزل الصور مال 2007 وتتهم بشكل او باخر الشرطه في قتل الشعب عشان يرجع المجتمع يقتل بعضه بعض, بعض. شفتوا شلون ورد المجتمع بيطيح في راس بعض البعض الله يكتب وينقتل الشخص اللي تعاقد مع شركات السوشيال ميديا عشان تنزل هالصور معروفة القصة، معروفة القصة ومكتوبة في التقارير. المشكلة شوف، حتى بعد لحظة نسيت سالفة جوكو كوز النائبة البريطانية عن حزب العمال لما انقتلت، في موقع تويتر أصدرت خمسين ألف تغريدة تشيل بالقاتل. أي أيوة والله أم حسن تشيل بالقاتل. موقع تويتر كان يصدر عنف، أرض خصبة. ويدعون الى مزيد من الانتقام يبون ينتقمون من كل النواب في العالم تخيل هذه صارت واقع السوشيال ميديا هو عام 2011 ترى كان عام مفصلي حق البشريه كلها تتري ابو سعود ان عام في 2011 الأمم المتحدة صدرت بيان أو صدرت تقرير سمته تقرير درء المخاطر عنوانه درء المخاطر حطت فيه معيار جديد معيار الشعور بالرفاه. تحدي المعيار حطت فيه مؤشر خطير. مؤشر الثقه بالاخر. انك تثق في الاخر في المجتمع اللي وياك. تعرف ان في دول عربيه جابت نتيجه 7% بس؟ 7% من المجتمع يستحق الثقه. كثير من الدول العربيه. طبعا هاي شركات السوشيال ميديا تستانس اذا اذا انت ما تثق في اخوك وفي جارك وفي ولد عمك. في اللي وراك واللي في مع واللي زميلك في العمل هذه فرصة أن أنا أنمي فيكم الطائفية أنمي فيكم القبلية أنمي فيكم كراهية خليكم تطيحون في بعضكم بعض إذا مو بسلاح أي شيء ثاني ما هو المصيبة شفت مثل ما في غسيل أموال غسيل أموال شو يستوي يستوي إن في ولايات متساهلة مع الفلوس اللي تجي سواء تجي بطريق مشروع أو غير مشروع تجي من مخدرات تي من سلاح تجي من أي طريقة في ولايات متساهلة أخلي بقى فلوسك خلينا نحرك بيزات في ولايات متساهلة مع البيانات يعني مثل ما في غسيل أموال في غسيل بيانات تروح أنت بعض بعض الدول تفتح ويب سايت تبث أي معلومات مضللة تحط أي كلام كذب يطيحون الناس في بعضهم بعض الله. ما هي المشكلة وخاصة في المجتمعات اللي ما تجد ثقة في الآخر أنت تعرف أن كلمة تولرنس أو دايفرسيتي تولرنس تسامح بالإنجليزي أكثر مجتمع يتكلم فيها في العالم في السوشيال ميديا اللي من المجتمع الأمريكي بنسبة 53% الدايفرسيتي اللي هو التنوع أكثر مجتمع في العالم يتكلم فيه المجتمع الهندي استراليا على لا بريطانيا لا لا بريطانيا لا استراليا جابت 19% فهيئة حقوق الإنسان هناك في استراليا قالت لازم ندرب المجتمع على أنه يستخدم ذي الكلمات لما بيعبر عن رأيه يعرف يعبر عن رأيه بتسامح كلمة تسامح باللغة العربية أكثر شيء في الإمارات والتنوع أكثر شيء بالعربي في في عمان يستخدم في السوشيال ميديا فالسوشيال ميديا اليوم واقعها خطير خطير كلش يعني صار اليوتيوب اليوتيوب ضغطوا عليه الشركات ولولا الشركات الاعلانات ما سحبت فلوسه اليوتيوب ما غير وضعه انت تعرف ان اليوتيوب رفض يسحب الفيديوهات المثيره للجدل الفيديوهات اللي تحرض على العنف وعلى الكراهيه وعلى على الارهاب قال ما شيلها قام يحطها اعلانات في حسابه في 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 تطلع اعلانات حق الناس تشجع الناس على القتل لما الشركات قالت انا بسحب فلوسي ما بحط اعلانات عندك قال لحظه بغير سياستي ومو بمنه من الجوجل والزين ان المجتمع قام يتحرك هناك في الغرب واحنا لازم مثلهم نتحرك المجتمع اجبر اليوتيوب على انه يحذف 150 الف فيديو مثير للجدل ومسبب لمشاكل كثيره ففيسبوك نفسه تو الحين شهر 8 اللي فات الغى 650 حساب. كل هاي الحسابات كانت الغى هو المؤسس الفيسبوك قال قال 650 حساب يدارون من مكان معين يحرضون على كراهيه انظمه دول الخليج. انت تخيل لاي درجه. بس انا اعتقد ان المجتمع السوشيال ميديا نفسه قاعد يتغير الحين. من عقب مارس 2003 مارس 2017 بدا يتغير هو السوشيال ميديا، سياساتهم قامت تتغير. قاموا يحطون يعني يشددون اي احد اي اي حساب يبث كراهيه لا 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 يعني يلغونه بس شوف دول العالم الحين هناك ما قاعده ما قاعده تفكر ان انا انتظر بلاغ ابراهيم يبلغ على محمد ولا محمد يبلغ على احمد ولا لا 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 انا اسوي روبوت في روبوت اسمه ديب موجي ذي دي الروبوت يقرا لحد اليوم 2.5 مليار تغريده هو يحلل بروحه هذه تغريده كراهيه، هذه تغريده محبه هاي تغريدة سلام، هاي تغريدة عنف، هاي بروح يحلل ويعطيك اياها ويقول لك النتيجة. فما يعتمدون على العنصر البشري، يعني ما في واحد قاعد يطالع المعلومات قاعدة تروح. أو علي جديد بعلي علي علينا تهو كده ويانا ها؟ انا الحين ترى صار لي في اللايف يمكن 11 مرة اطلع. اظن 11 مرة. فالمهم يعني من الامور قاعدة تتغير بس انا اعتقد ان احنا كمجتمعات لازم تكون عندنا رساله سلام، ما يصير انا اليوم اذا بعبر عن رايي اعبر عن رايي بحيث ان انا اخلي الناس تكره الشخص اللي انا مختلف معاه من رأي ما يصير. ما يصير ترى هو يعني كراهيه بسيطه تاسس حق كراهيه كبيره. و... وكلنا نتاثر. في ابلكيشنات اللي هي تسوي اخفاء حق الهويه. في ناس حتى ترامب نفسه صارت مشكله مع تويتر. كان يضيق بلوك حق ناس يغلطون عليه يطقهم بلوك. يخفي هويته، يغير اليوزر نيم ماله، يرد يقول اللي في خاطره تورط، ترامب نفسه تورط. أنا أعتقد أن احنا لازم نتغير. نتغير بشكل كبير. نتغير حتى على مستوى التعليم. التعليم لازم يزرع فينا وايد أشياء. التعليم لازم يعلمني عن الآخر اللي وياي في المجتمع. والآخر هذا نوعه وايد. احنا مو لنا مثل مثل. ولا بنفس الثقافة. لازم انا اعرفه لازم اعيش وياه لازم اروح بيته لازم جزء من المنهج ان انا اعيش في بيته هاي في سنغافوره ترى موجوده جزء من المنهج ان الطفل الصيني يعيش في بيت الطفل المسلم الطفل الملاو يعيش في بيت الطفل الصيني وهذا وعلى حسب الاعراق الاثنين اللي موجوده عندهم التعليم هو اللي اسس الى ذي النوع من التعايش احنا عندنا تعايش والحمد لله البحرين لو كانت ادمي كان عمرها اليوم نص عمر ابونا ادم عليه السلام الذاكرة الدينية اليهودية تقول أن وجود آدم عليه السلام على الأرض هي الذاكرة الوحيدة اللي مسجلة وجوده على الأرض من عشرة آلاف سنة البحرين عمرها خمسة آلاف نص عمر آدم خمسة آلاف سنة تفاعلات إنسانية خمسة آلاف سنة ممارسات في التعايش فإحنا عندنا خبرات كثيرة أنا مولود على حضارة عمرها نصف عمر البشرية فاحنا محتاجين اليوم مثل روبوت الديب موجي انا مو محتاج ان احد يبلغ على احد انا محتاج روبوتي ينبهني ترى ابراهيم قاعد يبث رسائل مو صحيحه انا محتاج تعليم يعلمني يعلمني شلون اتعايش شلون افهم الاخر انا محتاج مجتمع مدني يفهمني ان قيم العروبه ما تعني ان العربي لما يكون شجاع انه يروح يفجر نفسه في مدرسه ولا في مستشفى. الشجاعه مو بهذه. ان العربي لما يكون كريم مو أنه يبذر ويفوشر الكرم شيء والتبذير شيء. محتاجين نرجع قيمنا الاصيله. في امان الله.